انا نقول ما شاء الله تحفه، لازم نعرف نستحضوا به ونعرف نستغلوه، لان الملعب من مثل هذا الطراز ملعب بمقاييس عالميه. انا هذا هو اللي لاحظته، وعطاني كانت فيه لي الحظ مع مدير الملعب ولا مع سيد عمار طباخ، يعني لفيت على الملعب يعني من تحت من فوق ارضيه الملعب، كل المقاييس كل الامكانيات الموجوده في هذا الملعب بمقاييسها نقدر نفتخر بهذا الملعب. وفي الجزائر صحيح في عده ملاعب، بكل احتراماتي لكل ملاعب هذا افضل ملعب.